أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أبو مصر قناة سكر في هاي بونجور وبالبلغاري دبرو أوترو وبالأسواني، كيفكم وازاي الحال؟ أهلا وسهلا بكم مرة ثانية في قناتي واي إي فور مي. اليوم جبت لكم فيديو جديد إن شاء الله راح يعجبكم. ندخل في الموضوع على طول. النهاردة جبت لكم فيديو جديد إن شاء الله يكون يعجبكم، لأن في ناس كثير بتسأل كيف نسافر بالمجان. نظرا لأن الشغل عندنا في مصر مش يعني الشغل نفسه مش مفيش مقابل مادي كويس قصاده بالنسبة للقطاع الخاص، بعض القطاع الخاص يعني، فناس كتير شباب كتير بيسعى ان هو يسافر للخارج، وكمان معهوش سيوله ان هو يسافر بره. ففي حاجات كتير، في مواقع كتير جدا ممكن تسافر بالمجان، وفي طرق كتير جدا ممكن تسافر بالمجان. النهارده هنشرح طريقه واحده بس انا اتعلمتها من واحد، ان شاء الله تكون تعجبكم. قبل ما ندخل في الموضوع ونروح للموقع ونسجل ونعرف الطريقه، احب بس اقول كام حاجه كده، كام ملحوظه صغيره. اولا عشان تسافر بره في حاجات كتير لازم تفهمها وتتعلمها وانت سنك صغير، ما تخليش سنك يعدي وعمرك يمر وبعدين تفكر انت هتبقى تعمل ايه. لا، وانت صغير يعني وانت 15 سنه 16 سنه ما تقولش لما اكبر ابقى اشتغل وافكر في الشغل. لا صدقني، وانت 18 سنه في حاجات لازم تعملها، وخدها مني قاعده واسال مجرب، تمام؟ ليه؟ عشان ما تقعش في الغلطات اللي انا وقعت فيها. اول حاجه تروح تطلع رخصه، اول حاجه تروح تطلع رخصه، ركز. شوف اقولها لك للمره المليون، اول حاجه تروح تتعلم السواقه، تتعلم كويس وروح طلع رخصه، صدقني هتنفعك جوه مصر وبره مصر. للمره المليون بقولها لك عشان ما تغلطش الغلطه اللي انا غلطتها وبندم عليها دلوقتي. حاول بمجرد ما انت توصل 18 سنه روح اتعلم سواقه وطلع رخصه، صدقني هتنفعك وتفتكر كلامي كويس جدا. دي رقم واحد. رقم اتنين، حاول تتعلم الاسعافات الاوليه، لان في شغل كتير بره مصر بيتطلب ان انت عندك دوره اسعافات اوليه، ودي سهله تقريبا في حدود 200 جنيه او 300 جنيه في اماكن كتير جدا، واحيانا في اماكن بتديها بالمجان، فانت تسعى ان انت تتعلم الاسعافات الاوليه. رقم ثلاثة، اتعلم انك تسوق عجل، اتعلم انك تسوق موتوسيكل. وعرفت تطلع رخصه الموتوسيكل مش مشكله، طلعها، المهم ان انت تتعلم تسوق موتوسيكل وتسوق عجل. اتعلم السباحه، لان في اماكن بتتطلب ان انت بتعرف تعوم يعني وتبقى سباح ماهر يعني. خد خلفيه عن الزراعه، لو انت بتحب الزراعه خد خلفيه عن الزراعه. الحاجات الاخرانيه دي مش مشكله، لكن رقم واحد السواقه. شوف انا مركز عليك ازاي، رقم واحد السواقه. قبل الحاجات دي كلها لازم تركز على حاجه مهمه جدا، الا وهي اللغه. انت بتحب لغه ايه؟ بص، رقم واحد في العالم كله عشان تعرف تسافر في اي مكان انجلش. انجلش عندك قوي هتعيش في اي مكان بيرفكت 10 على 10. يبقى رقم واحد تتعلم بجانب، انا بتكلم بالنسبه للناس اللي هم من بلدي اللي هم من اسوان او من مصر عموما بيتكلموا لغه عربيه وعايز يسافر بره في دوله اوروبيه او اجنبيه. يبقى واحد اللغه، عشان بس ما ننساش الترتيب. رقم واحد ركز على اللغه اللي انت بتحبها، والافضل الانجليش تتعلمه كويس جدا، قرايه وكتابه. انا اتعلمت صراحه من زمان جدا، كنت بسمع مايكل جاكسون ايام ما كان شرايط الكاسيت، ما كانش فيه سي دي ولا نت ولا كان زي كده، كان الكاسيت بينزل الشريط يعني، الكاسيت زمان بينزل مع الاغنيه بالانجلش ومترجمه ايه بالعربي، كنت بحفظ الاغنيه بالانجلش وترجمها بالعربي، فده اللي خلاني يعني اعرف اتكلم كويس شويه يعني الحمد لله. بس برضو لغايه النهارده بحاول ان انا اتعلم، دي حاجه. فانت تركز على الطريقه اللي انت تتعلم بيها الانجلش، وما تيأس، ما تقولش الموضوع صعب مش عارف اتكلم، لا اتكلم ويبقى فيه ممارسه، وحاول تتعرف على اي اجنبي لو انت عايش في مكان سياحي يعني. اتنين، السواقه دي انا بقولها لك من مره لليوم، تتعلم السواقه وتحاول تطلع رخصه في اسرع وقت هتنفعك جوه مصر وبره مصر. تلاته، تتعلم اسعافات اوليه. اربعه، سواقه الموتوسيكل، سواقه العجل، السباحه. قلنا ايه تاني؟ في حاجه مهمه الا وهي الطبخ. الموقع اللي انا هشرحه لك النهارده بيتطلب اغلب الحاجات دي، الا وهي الطبخ. تتعلم ازاي تطبخ وما تملش، صدقني الطبيخ ممتع جدا. في الاول هتلاقي بس ايه يا عم اللي انا بعمله ده، ده مش شغلي. لا بس صدقني في ناس رجاله كتير شيف بتلاقيه بيرفكت، وهو راجل، فهو يعني بص الراجل يعرف يعمل اي حاجه، والست كمان عشان الستات ما تزعلش. المهم خليك معايا. يبقى انت تتعلم الطبخ، تتعلم ازاي تصنع العصاير، تعمل شاي، نسكافيه، او يعني المطبخ عموما. بجانب الحاجات دي الهاوس كيبنج اللي هو نظافه المنزل، وده بيتطلب منك في الشغل خارج مصر. الموقع اللي انا شرحه لك النهارده شوف كام حاجه، كذا حاجه لازم تتعلمهم. ما تقولش الموضوع صعب، ما تقولش اعمل دي حاجات كتير، لا صدقني هتتعلمها، بس انت يعني خلي عندك هدف ماشي. الهاوس كيبنج اللي هي نظافه المنزل، وحاول انت نفسك تكون نظيف.
في حاجة تانية يعني هم مش بيفضلوها بره في بعض الأماكن، ألا وهم المدخنين. يعني إن شاء الله ربنا يعني يتوب على كل مدخن ويبطل تدخين، إن هي ميزانية كبيرة جدا إحنا بنصرف على التدخين مش عارف ليه يعني. المهم حاول إن أنت يعني تسيب التدخين لو أنت بتدخن ماشي، لأن هيتعبك كتير، هيتعبك كتير جدا يعني. دي الحاجات اللي أنا فاكرها. تمام، إحنا كده هندخل على الموقع على طول، هنسجل بموقع. الوظيفة اللي أنا هشرحها لكم النهاردة من خلال موقع اسمها ايو بير. اول حاجه لازم نفهم يعني ايه ايو بير. ايو بير ده مصطلح اطلق سنه 1971، وده اسمه زوج الاتحاد الافريقي، وهي منظمه بتاخد نسبه لكل اجنبي بيروح يشتغل عند اسره خارج بلده. يعني احنا بالنسبه لهم اجانب وهم بالنسبه لنا اجانب. بعض الاسر بتوافق ان انت تشتغل عندهم لوحدك كولد او تشتغل لوحدك كبنت، لكن الاغلب بيرحب بان انت تروح تشتغل انت ومراتك، لسبب ان انت بتقيم عندهم طبعا اقامه كامله، وده بيكون بالنسبة لهم أفضل، لسبب إن مثلا زوجتك هتقوم برعاية الأطفال وإنت هتقوم بالسواقة وتنظيم شؤون المنزل. حبايب قلبي أهلا وسهلا بيكم مرة تانية، أدي اسم الموقع ayobearworld.com، ده شكل الموقع. طبعا العنوان بتاع الموقع أنا هكتبه تحت في الديسكريبشن عشان يبقى سهل للدخول. طبعا اللغة زي ما انتم عارفين مفيش عربي، بس مفيش حاجة هتوقفنا زي ما احنا متعودين في الفيديو السابق، بنفتح جوجل ترانسليت ونترجم زي ما احنا عايزين. ادي شكل الموقع، بيقول لك ازاي احنا بنشتغل، او الموقع ازاي بتشتغل. بتعمل بروفايل، بعدين بتبحث عن الاسرة، بتبعت لهم رسالة، بيبعتوا لك رسائل، في الاخر بتتفقوا مع بعض. طيب بيبقى في يعني اتفاقية في الموضوع ده لازم تقراها كويس، اللي هي في اباوت مي من خلال الموقع. هنا مجانا، الموقع بيقول ان هو مجانا في للايو بيرز اللي هم عايزين يشتغلوا، اللي هم اللي انا بشرح لهم دلوقتي اللي هم احنا، وب 40 يورو، 39 90 يورو، يعني 40 يورو للاسر او الفاميليز. تمام، طيب احنا دخلنا الموقع، اول حاجه هنعملها ريجستر ناو. بيقول لي ان واحد اوف فور، يعني هم 4 خطوات. تمام، هنا هنكتب الفيرست نيم واللاست نيم، تاريخ الميلاد والنوع وهكذا. هنمشي واحدة واحدة. فيرست نيم طبعا كله بيبقى انجليش. انا هكتب اسم الشهرة بتاعي او اي اسم انت عايز تشتغل بيه، بس تقريبا الافضل بيبقى الاسم الحقيقي. انا هكتب اسم الشهرة بتاعي، بس انت اكتب الاسم الحقيقي او براحتك عادي يعني. تاريخ الميلاد، تمام اكتب تاريخ الميلاد. لاحظ حاجة، لو انت كتبت تاريخ الميلاد وكان سنك معدي 30 سنة يعني مش هتتقبل في الموقع، لازم سنك ما يعديش 30 سنة، وتحاول تحسب الحسبة بتاعتك. 2018 ناقص 30 يعني هنقول مثلا ايه، 90 مثلا. ميل، النوع ذكر او انثى، انت ولد او بنت يعني. هنا الايميل ادرس، انا هكتب الايميل بتاعي، ونكتب الايميل مرة تانية. ممكن ناخد كوبي وباست، بس تقريبا مش هينفع، لازم نكتبه تاني. ده العنوان بتاعك اللي انت ساكن فيه، الزايب كود ده اللي هو البريد، رمز البريد بتاع. طبعا كل واحد ليه رمز بريد على حسب المحافظة بتاعته، وتدخل عادي تكتب الرمز البريدي لمحافظة مثلا أسوان، الرمز البريدي لمحافظة الجيزة، الرمز البريدي لمحافظة القاهرة، الرمز البريدي لمحافظة الوادي الجديد، الرمز البريدي لمحافظة أسيوط، وهكذا على حسب الرمز البريدي للمنطقة اللي انت ساكن فيها. سيتي طبعا ايجيبت، طبعا انت شوف انت ساكن فين او بلدك ايه عشان تكتب. ستيت بريفيو ريجون ده اللي هو ايجيبت، تمام. اسوان، اسوان ده عشان انا قاعد في مدينة اسوان. انت شوف هل انت قاعد مثلا لو في اسوان فبوريش، يبقى انت تكتب اسوان وتكتب هنا ابوريش، او مثلا اسوان كومومبو، او اسوان كده وهكذا. ايجيبت دي الاساس، وبعد كده بتكتب المحافظه اللي انت فيها والمنطقه اللي انت ساكن فيها. فون نمبر، بتدور على ايجيبت، ادي ايجيبت، وبتكتب الفون نمبر بتاعك. تمام،
هنا ايجيبت، هنا بيسألك انت ساكن فين. طبعا احنا بنقول، انا بتكلم بالنسبة للناس اللي هم زيي، انا عايش في اسوان في ايجيبت، فانا هكتب ايجيبت. انت في دولة تانية، تكتب في دولة تانية. يور الجنسية بتاعتك، يعني احيانا ممكن ايه هتلاقي واحد عايش في ايجيبت بس هو جنسيته مثلا سوداني، او جنسيته مثلا من حتة تانية. انا طبعا ايه هكتب ايجيبت ايجيبت، لان ايه انا ايجيبت هو البلد، والايجيبشن اللي هي الجنسية بتاعتي. تمام، هنا هنكتب ايجيبت، وهنا هنكتب اللي هو ناشوناليتي اللي هي الجنسية بتاعتك. تمام، do you have child care experience. بعد كده هنا الموقع بيسألك، بيقول لك do you have child care، انت عندك خلفية عن الاطفال، يعني هل انت، طبعا شفت انا قلت لكم ايه في بداية الفيديو، لازم يكون عندك خلفية عن، هتقول له طبعا يس، والمفروض ان انت يكون عندك فعلا خلفية عن الاطفال عشان تروح تشتغل الشغلانة دي. خلي بالك هم مش بيهزروا، يعني ما ينفعش انت ما يكونش عندك خلفية وتقول انا عندي خلفية وعشان تسافر وخلاص، صدقني هتتبهدل. فلازم تتعلم الحاجة اللي انت تروح تشتغل فيها، وخصوصا دول اجانب ما عندهمش هزار. هنا عندك رخصة قيادة، تقول له اه عندي رخصة، وده اللي احنا قلنا عليه. دو يو سموك، انت بتدخن، تقول له ماشي. مش بتدخن، تقول له نو، والافضل ان انت تكون ما بتدخنش. هنا بيقول لك اللغات اللي انت بتتحدثها. تمام، هنا بيقول لك اللغات اللي انت بتتكلمها بما فيهم اللغة الام، مثلا عربيك و انجليش، انا ما بتكلمش لغات تاني. طيب هنا اللغات اللي انت متمكن فيها، طبعا انا هكتب عربيك اللي هي اللغة الام، وبرضو انجليش اللي انا بعرف اتكلم. انت شوف برضو على حسب اللغة بتاعتك، انت بتعرف تتكلم انهي لغة او بتحب انهي لغة. تمام، بننزل تحت كده، هنا بيقول لي اعمل الباسورد، كونفيرم باسورد، بتأكد الباسورد تاني. هنا بيقول لي السؤال اللي هو السكيورتي، عشان لو في حالة ان انا معرفش ادخل الايميل بتاعي هيسألني سؤال. بيقول لي مثلا هنا انا هختار اول سؤال هو اسم المدرس بتاعك، في اول سنة ليك في المدرسة. انا هكتب له مثلا احمد، دي الاجابة بتاعتي. يعني كل واحد يختار السؤال اللي هو عايزه بالنسبة للسكيورتي بتاعه. لو في حاجة وقفت معاك، احنا قلنا مفيش حاجة هتقف لنا، هنعمل كده اهو، كليك يمين كوبي، ونفتح الجوجل ترانسليت، ونعمل كده باست او بيست، هنروح مترجمين الحاجة اللي احنا مش فاهمينها لو احنا قرينا بالانجلش ومش عارفين نترجم. تمام، هنا بيقول لك هل قرأت شروط الخدمة، هتقول له ايوه يس، بعدين كونتينيو. هنا الخطوة التانية بيقول لي اختار الدول اللي انت بتحب تروح تشتغل فيهم ايو بير، بيقول لي ما يبقاش اكتر من 7 دول. هنقول له ماشي، انا اختار مثلا 6، انت اختار براحتك، انا هختار كام واحدة بس عشان ما نطولش عليكم. انا اختار استراليا، بلجيكا، كندا. تمام، هنا بيقول لي ان بيج سيتي، في المدن الكبيرة والمدن الصغيرة والعاصمة، القرى والمدن الكبيرة وهكذا. طيب هنا تمام، بعد ما بنختار هنا اهو، هنا بيقول لي ايه افضل بلد انت بتحب تروح تشتغل فيها. انا اكتب له كندا. كندا، طبعا هو عامل لي يس يس لسبب ان هما السؤالين دول مهمين، ان انت هتروح تعمل شغل المنزل، هتشتغل عند عائلة واحدة مثلا. تمام، لو الأسرة بتدخن في مانع، هتقول له مثلا ايه اه في مانع، او لا طبعا ما فيش مانع، وانت طبعا اكيد هتقول له ما فيش مانع لان انت راح تشتغل عندهم. الا لو انت عيان طبعا، يبقى تختار الأسرة اللي هي مش بتدخن. هنا السؤال ده بيقول لي لو الأطفال، او يعني الاسره، الاطفال children، الاطفال اللي انت هتروح تشتغل عندهم special needs، يعني اللي هو مثلا هتلاقيه عنده حاله صحيه، هل انت هتوافق؟ مش هتقول له مثلا نو، لو انت مش هتوافق، هتوافق تقول له يس. طيب قد ايه ممكن تروح تشتغل؟ تمام، 3 سنين. السن هنا السؤال ده بيقول لي الاطفال هتبتدي من سن كام تقدر تحقق لهم الرعاية. هتقول لهم مثلا 3 سنين، 4 سنين، 5 سنين، على حسب ما انت ومقدرتك. اقول له انا هقول له 3 سنين لغاية مثلا 13 سنة، انت بتحدد زي ما انت ومقدرتك. طيب انت ممكن تشتغل امتى؟ الاختيار ده بيقول لي ممكن تبدأ الشغل امتى.
يفضل ان انت تسيب شهرين على اساس ان يكون في يعني مجال تخليص الورق بتاعك لكل ايه دولة. اقول له مثلا انا هبدأ الشغل في شهر 4. طيب امتى ممكن تنهي الشغل؟ نسيب اخر، نخلي اخر اختيار لسبب ان احنا عايزين نشتغل اكتر من سنة و2، فاوتوماتيك انا هقول له لغاية 2019، يعني اطول مدة. طيب كم شهر تشتغل عند الاسرة؟ انا هقول له مثلا اقل حاجة 3 شهور. طب واقصى مدة؟ 24 شهر. انت بتحدد على حسب راحتك. اقول له كونتينيو. وصلنا للخطوة رقم 3، بنكتب البروفايل. طبعا بتكتب يعني ايه اللي انت عايز توجهه للفاميلي، يعني هو بديلك، هو بدأ العنوان دير فاميلي. يعني انا هقول بالعربي وانت تترجم بالانجليش بسبب ان انا الانجليش عندي مش قوي. انت تقول اهلا عائلتي الجديدة، انا اتمنى العمل لديكم، لقد عملت مثلا كذا وكذا وكذا، ولدي خبرة كذا وكذا. لكن هنا طبعا هتقلل، هنا بيقول لي شورت، يعني ما تطولش الكلام. about you، تمام، انا كتبت هاي بس. about you بتكتب عن نفسك، my name is كذا، بعرف اعمل كذا، بحب كذا، هوايتي كذا، تمام. my name is كذا مثلا. you would like to work as an au pair، بيقول لي انت ليه عايز تشتغل au pair. انا هقول له for I love that. طبعا انا بختصر على اساس ما نطولش الفيديو. انت بتكتب طبعا بالتفصيل، تحاول تكتب بالتفصيل بس في نفس الوقت ما تبقاش ممل، يعني اكتب باختصار كل حاجة حلوة عنك والحاجات اللي انت بتعرف تعملها، ورد على الاسئلة دي. بيقول لي، هو بيقول لك انت ليه عايز تشتغل يوبير. اقول له continue. جينا للخطوة رقم 4 والخطوة الاخيرة. هنا بيقول لي هات الصورة، طبعا جي بي جي او بي ان جي اللي هي الامتداد بتاع الصورة. طبعا انا بكون مجهز صورة ومنزلها. اقول له select، وادي الصورة، تمام. انتر ديسكريبشن فور يور بيكتشر، بيقول لي اكتب يعني بعض التفاصيل عن الصوره بتاعتك. ان ماي سويت فالي، تمام. اقول له فينيش. بعد ما خلصنا اخر خطوه بيقول لي ان لازم اروح على الايميل عشان افعل اللينك. طبعا انا فتحت الايميل عشان ننجز يعني الوقت. اقول له كونفيرم يور ريجستريشن، هيروح يدخلني اوتوماتيك على الموقع، يقول لي تمام تم التفعيل واتعمل لك بروفايل على الموقع. My au pair world، هنضغط هنا عشان نشوف الفاميلي اللي الموقع اختارهم لي من خلال البيانات اللي انا حطيتها. هنا easy find، هنا بيقول لي في 2 اسرتين، يعني 2 families. الموقع اللي قالك 2 family يناسبوا شخصيتك او البيانات اللي انت حطيتها عن نفسك. الفافوريت، انت ما حطتش لسه اي اسره في الفافوريت. المسج، ما فيش اي رساله وصلتك. هاف يو ابديت يور بروفايل، عايز تحدث البروفايل بتاعك. طبعا بتحدثه من هنا. هنا بتقول انا عايز ادور على الفاميلي اللي عايز اروح اشتغل عندهم. بيقول لي في 2 اسرتين من العدد ده كله اللي هم هيناسبوك انت. طبعا بتدخل بتشوف دي الاسره دي اسمها كذا، بتدخل هنا تشوف التفاصيل بتاعت الاسرة وتتواصل معاهم، تبعت رسالة عادي بتوصل لهم، بيبعتوا لك رسالة وهكذا. طبعا من خلال الديسكريبشن بتاعتك والبيانات بتاع البروفايل بتاعك هم بيختاروك، بس اهم حاجة تتعلم الحاجات اللي احنا قلنا عليها. وان شاء الله الموقع يعني يعجبكم، ويا رب كده كل واحد ان شاء الله يسافر يشتغل الشغلانة اللي نفسه فيها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.